لبنان على موعد في الثاني من شهر آب مع تطويب المكرم البطريرك اصطفان الدويهي. هذا البطريرك الماروني الذي عاش حياة من الطاعة وأرخ تاريخ لبنان. من وادي النوبين وادي القديسين طلع تاريخ الموارنة يلي عاشوا بهالوادي حياة زهد وصلاة، وفي قصص بعد مش مسموع عنها كتير، منها قصة طوباوي عدرب القداسة. هون بقى البطريرك اصطفان الدويهي 34 سنة بالمقر البطريركي بدار سيدة النوبين، وهي أطول ولاية بطريركية. بمغارة القديسة مارينا بهالوادي دفن إلى جانب البطاركة الموارنة. ليش عم نخبركن عن البطريرك اصطفان الدويهي؟ لأن هالسنة وبتنين آب رح يصير طوباوي. بمختصر، البطريرك الدويهي ولد هون بإهدن عام 1630. عن عمر 11 سنة سافر إلى روما ليكون عم بتابع دراسته يلي لمع فيها، ورجع إلى إهدن عام 1655 ليكون عم ببلش مسيرته الكهنوتية وخدمته على الأرض. بين إهدن وجعيتها وأردة تنقل، وحتى وصل إلى حلب حيث عرف بمؤسس المدارس، كما زار الأراضي المقدسة وأعلن مطران على قبرص. من المحطات الأساسية بحياة البطريرك الدويهي هون دار مار يعقوب، مطرح ما كان يعلم عدد من التلاميذ، ويقال إنه حوالي 11 منهم صاروا كهنة. عام 1670 صار بطريرك حتى 1704، وكان زمن اضطهاد وأزمات، فكان يتنقل بين دار سيدة النوبين ودار غسطة، إلى أن توفي ودفن في مقر البطريركية سابقاً بوادي النوبين. بهدف نيل البركة من ذخائره بلش مشوار البحث عن رفاة البطريرك الدويهي يلي كانت بمدفن البطاركة. قدرنا نعرف الجمجمة تبع البطرك الدويهي. بالنسبة للأجسام نحن هلأ عم نشتغل عليهم، إنه يكون طوباوي جديد من لبنان كمان لازم يكون فخر واعتزاز للبلد بمرحلة عم يمر فيها لبنان. يعني يمكن في كتير ناس يمكن ما بيفكروا هيك، بس إنه أنا بحب أقول إنه لا، بالعكس هيدي رسالة محبة ورسالة إيمان. ليلي ما بيعرف شي عن هالبطريرك اللبناني الأصيل، خبرناكم مختصر عن حياته، وأكيد بملفه في عدد من الأعاجيب والمسجل منها بالفاتيكان وعجوبة مع الست روزات. من 10 سنين مرضت، طوع جسمي كله سوا. جيروني بالأخوية بيطلعوا بيجيبوا ليترا وبيقولوا لي يا روزات تعبنا نعمل المسبحة عنا للبترك الدويهي. صرت مرة الفنجين عايديه، حسيت شيء شعل نور بجسمي، قلت لعما إيش مني موجوعة كل هالقدة، حسي بوجع قوي. صرت لكم أنا ورجعة نزلت عند البترك الدويهي موبيل بيتي وشكرته، وقلت له أنا بشكرك كتير يا بطرك. دغري عرفت أنه البطريرك اصطفان الدويهي هو أول بطريرك ماروني على درب القداسة، وهو اليوم رسالة أمل للبنان، هالبلد المعروف ببلد القديسين.